نرجع إذن إلى هذا الجزء الثاني من برنامج بوليميك، الحلقة الأولى الموسم الأول، ونمشي من باز الأسبوع إلى البوليميك السياسي مع ضيفنا راشد الخياني. إذن ضيفنا السياسي هو الأستاذ النائب راشد الخياري. مرحبا بك سيد راشد. مرحبا بك سمير. راشد الخياري اللي يعرفوه بعض التوانسة ويوصفوه بالعدواني، بالعنيف، بالمتطرف، يوصفوك برشا توانسة بأنك متطرف تصل إلى البرلمان. شنو معنات هذا؟ معناها على الأقل خطابي أقنع جزء كبير من التوانسة، وخطابي تلي في الكرامة أقنع واحد، معناها تحصلنا على 21 مقعد، يعني الحزب الرابع في تونس الآن، وبالتالي معناها نمثلوا جانب كبير من الرأي العام التونسي اللي مل من الخطابات القديمة، اللي هو معناها اتفق مع لطفي أنه على الأقل الطبقة السياسية القديمة المهتلية معناها ما عادش عندها. ولكن راشد منذ أول يوم لك كنائب تهبط لشارع حبيب رقيبة، تمشي بجنب سفارة فرنسا، وتلقي خطاب وسط أنصارك تهدد فيه في السفير الفرنسي، تهدد فيه بأنه باش يتم اعتقاله إذا خرق الأعراف، وتهدد فيه وتخوف فيه. لا شفناه الفيديو. لا ما فيش تهديد بالاعتقال. هذا السفير، هذا الأقرع، هذا لا كذا. سمير. لا في تصريح سابق قلت إن إذا وصلنا للسخ. في المسرح ما ثمش لك هذا. لا أي به في المسرح ما ثمش، ولكنك هددت السفير الفرنسي بالاعتقال. هل هذا تصريح نتاع نائب رزين، نتاع نائب متزن، نتاع نائب يوصل للبرلمان ويعمل في السياسة، هل هذا معقول؟ نائب يمثل الدولة التونسية؟ معناها فما شوية تهور في التصريح. لحظة كمل تو باهي. أنت توريت حتى أنه زملائك اعتذروا عليك. لا لا بيدي اعتذرت عليه أنه خطأتي سالي، لكن في الجانب الآخر أنت ليش عمايل السيد اللي قاعد معناها يدور في الجمهورية التونسية، حتى عسيد تسقوقو يكفيها معنا. شو العيب؟ لحظة أنت ليت سفير دولة. لا يعني كي ياكل عسيد تسقوقو اعتدى علينا. لحظة مش معنى صحيح. لا لا يا حسن، فما رمزية وقت اللي يقول لك لا صحفة زقوق ومش صحفته هو. يعطيك الصحة. فما رمزية لتونس هذيك صحفة زقوق والجبة التونسية. مش هو يا أخي، مش معقول. خلي كمل. خلي كمل. وعندنا ورسياح ما ياكلوش زقوق. ما ياكلش حلا استفزاز. خلي كلمة مانيش نقصد في العصيدة. لا لا لا. الموضوع أكبر من العصيدة. أي أكبر من العصيدة ولا استفزاز كبير. تفضل. باهي القضية هي قضية أنه اعتداء على السيادة الوطنية. السيدة ذي قاعد. كيك لا صحفة العصيدة اعتداء على السيادة. مشي اصل الفوسفات، وحتى عمليه استخراج الفوسفات مشي لها. وصل حتى الهيئه الانتخابيه بالاعتقال. لا لا مش لحظه يا. على الاقل الحد من تحركاته. ثم دوله تحترم حتى بن علي ما كانش يخليهم. شوف تصريح يعني حتى في وطنيه بن علي ما صنيش. تصريح وطنيه بورقيبه ما صنيش. تصريحك نتاع واحد لا يفهم الدوله بيه. ولا يفهم السياسه. باهي وانت باهي انت ما تنجمش تعتقل سفير دوله اجنبيه وما تنجمش حتى في المقابل. جاوبني انت راضي بالشيء اللي عم فيه السيد هذا؟ حاجه راضي بهند التوانسه؟ راضي بهند السيده الوطنيه؟ راضي بنهب فرنسا لثرواتنا؟ انت راضيين بشيء زي ما شنو الثروات اللي نهبتها فرنسا؟ شنو انت تو انتاج تونس وانا عندنا خبراء في النفط 450 الف برميل في النهار، وهذه ارقام موثقه بالوثائق. مش صحيح. لا لا بالوثائق. مش صحيح. انت عندي الوثائق 45 في 40 الف برميل. هذاك الاعلان الرسمي. اي هذا الاعلان الرسمي. وانت تعرف اللي ثم تصريح للسيد وزير الطاقه السابق قال احنا نتعامل معاهم بالثقه للشركات البتروليه، لا عندهم عدادات باش تعمل 170 شركه بتروليه في تونس، يطلعوا في البخور. جاوبني شو يعملوا هذوما في تونس؟ دخل سفير فرنسا هو لانه هي الدوله نابله ثرواتنا. دونك شنو يلزم؟ لانه يلزم الحد من تحركاته، يلزم ثم اعراف دبلوماسيه. شنو معنى نكتفوه؟ شنو الحد من تحركاته؟ ثم اعراف كيفاش؟ خليه يجاوب هو. ثم اعراف معناها كيفاش السيد هذا لو كان يعمل الحركات هذه في الجزائر؟ هل الشعب الجزائري كان يسكت عليه؟ هل الحكومه الجزائريه تسكت عليه؟ هل بن علي على خيانته لتونس هل كان يسمح لهم بشيء هذا؟ بالرخص يعني يتنقل بالرخص. ما يتحركش. يتحرك بن علي يتنقل بالرخص. السيد بن علي موجودين اكثر خيانه من بن علي. فعلا هذا واقع. هذه كارثه. هذه الثوره اللي تحكي عليها يا حبيبي. لحظه لا 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 ذنب للثوره في ذلك. ما نعرفش اذا كان بن علي خاين وبرقيبه خاين والسياسيين خونه، لا ذنب للثوره في ذلك. يا ودي اللي كان احنا نعيشوا مع هؤلاء واصبحنا نترحموا على بن علي. اذا هؤلاء مش لا نترحم على انت ترحم. اي نترحم ما دام السفير كما تقول. بن علي كان يخون سر، هذوما يخونوا جار. الفرق فقط اللي في ايه وانت ساكت انت. لا مانيش ساكت. هو قال لك تو كنت في المسرح. قال لك تو كنت في المسرح. خليه يكمل. هو قال لك تو كنت في المسرح. باهي واضح احنا نسكروه الموضوع. باهي عندك ما تقول لطفي. لا انا من رايي يحارب اللي خلاوه مش يحارب فيه هو. اللي هو شكون خلاهم لطفي؟ شكون مثلا؟
انت تعرف مادام قلت فما ناس خليته ناس سميه نظام 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 الحك نظام اللي يخلي نظام كيولي خروته يولي حتى الباندي يعمل اللي يحب في الشارع يولي يولي اللي يحب يخرج سكينه يخرج سكينه وسفير يولي يخرج يتصور مع الذراع ويتصور مع الدنيا انتوما ديما تحاربوا في معناها القشرة النتيجة حارب تحارب في النتيجة حاربين ما تدخلش في عركة مع فرنسا اليوم ماكش قدها ما تدخلش في عركة مع فرنسا اليوم ماكش قدها على الأقل نقول وبربي وبربي الناس اللي توا اليوم تندد لكلهم هذوما سيرتو انا نخاف ربي ونصلي ونحب معناها الناس وتاع يعرفوني برشا عباد لكن توا في حاله لا مثالش باش مش لا ديما يعني تذكر فيها ربي تبقى لا تذكر فيها انت ديما راني شبيك تسمع ربي كانك عندك وقر في اذانهم قسما عظم الايه تنطبق عليه وقر في اذانهم هذا يظهر لك اللي يسمع الاذان يقوم لا الحمد لله يسمع الاذان انما انت يوميا شديت لنا قلت لك تصلي ياك تصلي هي القضية نتاعنا تصلي يا اخي يعني شيء مضاف شو المضاف كم استمرار يقول واضح خلي كمل لطفي ربي ديما يبعث ناس كيفي انا باش يستفزوا ناس كيفك انت ربي فما ناس يعاقب فيهم في الارض كمل لطفي كمل مدخل باش نكمل لك الناس اللي اليوم ما فهمتهمش هذوما الامة العربية هذه كلها اليوم اللي القضية نتاعها اسرائيل والقضية نتاعها البلدان هذوما الفرنسيس شبيهم اليوم يترشقوا فينا في تونس ويترشقوا في فرنسا ويترشقوا عندهم الفلوس وعندهم الامكانيات وعندهم دول فيها الواحد المليارديرات وعندهم قوات تاع جيش عظمى لو واحد منهم نهار مشى هبط لاسرائيل حارب الاسرائيليين واضح فهمتني ها الرسم واضح مشيو لاسرائيل خلينا نكمل سؤال وبعد نرجع لكم لا 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 فما نظام عاد فما نظام نقطة نظام فقط لا نرجع لك كيفاش تتفاعلوا مع نرجع لك تتفاعل معاه نرجع لك راشد سؤال اخر مهم برشا في كتلتكم كتلة ائتلاف الكرامة فما ثلاثة أئمة معزولين جدي بيان ثلاثة أئمة بسبب مخالفة هذه الفيرسيون الرسمية ماهوش رأيا بسبب مخالفة قوانين المساجد أو خطابات تكفيرية الشيخ رضا الجوادي من جامع سيدي اللخمي تم عزله سنة 2015 الشيخ محمد العفاس نائب عن صفاقس 2 أيضا من الجامع الكبير تم عزله الجامع الكبير من صفاقس في عهد الوزير عثمان بطيخ زوز أئمة معزولين في القتلة معزولين معناها أنت تعرف اللي بعد 2014 كي جاء نداء تونس ونداء تونس معناها يمثل عقلية التجمع عقلية سياسة بن علي اللي هي تجفيف المنابع الشيخ رضا الجوادي والدكتور محمد العفاس هاو نرجعوا لفيديوهاتهم كل نهار كفر واحد ولا نهار شيطن واحد فقد كانوا يعبروا على مواقفهم أو أراءهم فيما يخص القضايا الكبيرة والدليل على ذلك أنه وقت عزل الشيخ الجوادي عطلت الجمعة ثلاثة جمعات الناس رافضة أي إمام آخر ما تم إقناع الناس لنقطة أخيرة ما تم إقناع الناس أنهم يخليوا إمام آخر إلا بمعنى بشكل أنفس نقطة أخرى سمير من مفارقة الأقدار أنه ثم 90 نائب في البرلمان السابق وقعوا عريضة لعزل الشيخين الجوادي والعفاس اليوم الأقدار تخلي 90 نائب هذوما في مزابل التاريخ ومحمد العفاس ورضا الجوادي نائبين عن الشعب ولذلك نعتقد انه هو انتقام السماء لهذين الرجلين المظلومين. انا باش نعطي الكلمه للكرونيكور يسالوا ضيفنا السياسي مقدد المجري. القضيه اللي تهمني مع راشد الخياري اليوم وهي تهم امراه تونسيه دونك نعتقد خاطر قاعدين نضيقوا كل ما نجبدوا موضوع كما هكا يطلع لك واحد يحب يحكي لك على التنميه يا ولدي انا تنميه يا ولدي ثم امراه في الساحل ماتت وتركت اسامه عمره 3 سنين واسراء لم تبلغ حولين عاملين من الرضاعه سامحني اليوم بشير ابو البنت والولد في بالي قاعد اليوم باش يرقد اولاده الزوز اللي امهم انتحرت جراء عمليات نتاع التضييق عليها وهناك شبهات نتاع اعتداء وحشي ليلا صار على زارهم راهو نعم زارهم وذاك علاش انا نسال فيه اذا اللي توفيت الله يرحمها امل فياله وان شاء الله نحسبها شهيده عند الله في البرجين السؤال في البرجين السؤال يا سي راشد الخياري اليوم سامحني لحظه بالتركيبه الجديده نتاع مجلس نواب الشعب هل ترى ان تونس قادره على ان تقطع مع هذا الكل وهو عار علينا وعار على اللي يحكمونا الكل باسلاميهم ويساريهم والوسط نتاعهم ان مثل هذه الممارسات ما زالت 9 سنين
قاعده تصير. تفضل. برغم اني انا نائب على منوبه، لاني لما بلغني الخبر تحولت مباشره لعائله تضحيه، هي اسمها امل فياله، تبلغ من العمر 21 عاما، رجلها تحال لفرقه الجرجاني بسبب معناها فو بروفيل، معناها واحد عمل فو بروفيل باسمه هو وسب قوات الامن، فتم اعتقاله وتم تعذيبه وتم ركله وتعنيفه قدامها عده مرات. المداهمات صارت تقريبا في على مدى 6 أشهر، لكن التحول في القضيه هذه هو انه تم جلب على طريقه نظام بن علي، تم جلب امل هذه زوجته للجرجاني باش يتم ارهاب الزوج واجباره على اعترافات بحاجات ما عملهاش. عندك دليل على الكلام هذا؟ انا نقول لك في روايه زوجها وبطفلها. روايه في نفس الموضوع عندي. وايضا المحامين نتاعها، معناها باش نحكي المحامين نتاعها، فهمت؟ خاطر عندي اتصال بالاطراف الكل. فالمراه هذه يبدو انه تعرضت لاشياء خطيره جدا داخل فرقه الجرجاني، الامر اللي ادى الى انه اصيبت بمرض نفسي حاد، اضطرابات نفسيه حاده، كان اخرها قبل 3 أيام تقوم معناها تمشي ضربها وتقتل نفسها وتخلي رضيعين تقريبا صغار، واحد 3 سنين والطفله عامين. العمليه القاذره الثانيه اذاعه نجم نسميوها تطلق اشاعه وتقول انه المراه ماتت على خاطر رجلها تزوج عليها عرفي، نمشي نهز الكاميرا ونمشي لبوها ونصور معاها وياكد لي انه مثلا مش منها الحكايه ذي، البنت مريضه نفسيا جراء. تقعد هذه مجرد روايات. لا ما تنجمش، انا ما نسمحش في البلاتو هذا باش تقوم بناء على كلام تتجنى على سمح لي تتجنى على فرقه امنيه او ما الزوز توانسه. راشد عايش خسامير، انا عندي تفاصيل. تو نعطيك الكلمه عربيه ولكن للتوضيح احنا ننتظروا. وانا باش نوجه مساله، لا ما نكتفيوش بروايه، معناها يجي واحد في التلفزه يلقي اتهامات بالقتل وبالكذا وبالتعذيب هكا. لحظه يا سمير، انا باش نقوم بالعمل النيابي باش نوجه مساله للسيد وزير الداخليه ويتفتح تحقيق. ويتفتح تحقيق. احنا ما نوجهوش تهم معناها وكانها ثابته وسيئه. لو سمحت في نفس الموضوع هذا، انت اولا في تاريخ 31 اكتوبر في لقاء اذاعي تسالت في جوهره اف ام واكدت انه لا علاقه لك بموقع الصدى ولن تمارس المهنه الاعلاميه ان صح التعبير كمدون. ثانيه، وهذا كان معناها سجله الأثير هذه الإذاعة. في 23 نوفمبر مشيت وصورت الفيديو هذايا لصالح موقع الصدى اللي هو يتعلق بالضحية أمل الله يرحمها ويصبر رجلها وأولادها. الفيرسيون اللي سمعتها من فيديو متاعك أنت أنه وأنت صورت مع الأب ومع ومع الزوج مع الزوز، أنه أولا سايكة وهذا في تسجيلك أنت في الفيديو متاعك أنت ما كانتش فما مداهمات، كانت فما مداهمة وحيدة كانت يوم 9 أفريل 2018 وقت اللي هما راكدين في بيت الصالة ودهم عليهم الأمن. هذه الفيرسيون تاع الزوجة، أي دهم عليهم الأمن، ديكو هي مداهمة واحدة ما همش مداهمات، وهزوه هو السوسة وذكر أنه تعاطف معها الأمن في سوسة ثم هزوه للجرجاني لأنه كان فما أنفو بروفيل ينشط من برا، ولكن هو اعترف في الفيديو متاعك أنه باع تليفونه. ولهنا انا هذه ما فهمتهاش انه كيفاش هو قال بيع تليفوني وتحل اي ميسالش وتحل كونت فيسبوك بالبيوس نتاعي، هل هو بيع لاباري والا بيع البيوس؟ لحظه برك، الاهم المراه هذيا عمرها 20 عام متزوجه عندها 6 سنين، يعني تزوجت عمرها 14 عام. هل النائب في مجلس النواب والسيد مقداد الماجري مع تزويج بيدوفيلي مع تزويج من هن اقل من 18 عاما؟ قبل عندك دليل الكلام هذا؟ طبعا. شو الدليل؟ دليل هو الفيديو نتاعك. شو هو؟ البنيه عمرها 20 عام، عمرها 21 عام داخله في ال 21، عمرها 20 داخله في ال 21، وبوها يقول هو الاب يقول تزوجت عندها 6 سنين. فوالا هذا فيديو نتاعك. فوالا الدولة التونسية تسمح بزواج الدولة التونسية، القانون التونسي لا يسمح بزواج من هن اقل من 18 عاما الا بتصريح. جاوبني انت. باش نقول لك، باش نجاوبك، الا لكل قاعدة قانونية استثناء، الا بتصريح من السيد من المحكمة بموافقة وليها. اي قداش هي سن الأدب؟ 14 سنة. معناها هي في القانون. لا هي حسب الكلام نتاعها 14 سنة. طبعا 14 عام. لا مش تجبدوه. الدولة التونسية الحد الأدنى بضمان أبوي أو بتصريح أبوي قداش سن؟ قاعدين القانون قداش؟
شوف اقل من 18 عام هي طفله ما تنجمش تتزوج القدره السلطه التقديريه للقضاء شفت يعني جي عمرها هي الفيرسيون تاعك مذلل القانون نسيت نعطيك معلومه السن الادنى للزواج 16 سنه مش الجيره لا مش الادنى لا مش يا عزيزي القانونيه 18 عام فما فوق مسؤولة 18 عام فما أقل هي طفلة السلطة التقديرية للقضاء حسب جسمها أنت تتهم في القضاء التونسي كيفاش تسمح لها بالزواج أنا أتهم الولي أولا وأحمل المسؤولية للولي والقضاء وأحمل المسؤولية لمن أعطى التأخير سامحني خلي رضا المنولي يدخل ربي لا لا أنا نحب النقاش وجهة سامحني قبل ما تكلم كنا نحكيو على لا 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 أنت أنت حاولت تحول وجهة القضية اتهمت الأمن اتهمت فرقة أمنية أي فرقة أمنية ما تعممش في تظاهر على التجاوزات اللي موجودة اللي جاب ربي عربية عنده فيرسيون أخرى سنة يا سمير ما أنت نائب حافظ شوية على المصداقية لا مصداقيتي على فوات خلي رضا يعطي رأيه أنا الفرصة هذه ثمينة معنا راشد اللي هو جزء من ائتلاف الكرامة بالنسبة لي أنا الائتلاف هذايا راهو ناخذه كبلوك ككتلة واحدة لا ما تعممش لا ما نجمش نفصل ما بيناتكم لا مش أنا مواقفكم ورانا تختلف والسلوكات والبيانات ولا انا بالنسبه لي انا سي توت ان بلوك ما نقولش راشد الخياري واحد علي بلوك لا سامحني انت كنت في جزء من نظام بلعلي انت معاهم فرد بلوك انا كنت عضو مجلس المستشارين اي قولوا انت مجرم كيما بلعلي اي قولوا انت مجرم كيما بلعلي بلوك بنفس المنطق انا بنفس المنطق انا الخطاب القصوى ولهذا بنفس ما تبناهاش انا معك بنفس منطقك خليني نكلمك بنفس منطقك وجاوبني ما تقولش بلوك بالصراحه التام ائتلاف الكرامه هذا سمير راهو ظاهره ظاهره غريبه لا جا حزب لا جا تجمع نتاع جمعيات مالا شنو حتى شيء افراد ثم حاجه واحده قسم مشترك يجمع ما بيناتهم هو الخلفيه الدينيه نتاعهم فقط خلفية دينية اللي تتبناها مجموعات أخرى داخل مجلس النواب إلى آخره من غير ما نسمي مش هذه مشكلتي أنا باش نسأل راشد وراو عنده بعد فني يا لطفي راو أعطيني السؤال قائد فرقة نتاع السلمية باهي كامل أعطيني السؤال وتوا عضو مجلس النواب باهي كامل أعطيني السؤال ضد الفن لا يسيئوا مش على لساء إيه لا يسيئوا لا أنت قلتها زرية لا 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 تسخر أنت قلت تسخر شنو المشكلة شنو المشكلة معناها ماهيش مشكلة ماهيش مشكلة فمش مشكلة توا أن إنسان يكون من هنا يولي في وضع معناش علاش عندك كناتري في مجلس النواب عندك نائب كان عم ناول كان في المجلس الفلاني تابع نداء تونس اليوم في قلب تونس خلي كمل اي معناها لا يسيئوا انه يكون نائب انا اعلنت الحكايه انا اعلنتها مش انا انا الاساس نتاع نتاع خليني نقول الخطاب نتاعي ائتلاف الكرامه هذا هل يؤمن بالدوله المدنيه؟ هل يؤمن بالنظام الجمهوري؟ يا جاي من انتخابات شويه ما قلنا دز تختف هذا يا باش نعطيك انا ثلاثه واربعه مؤشرات اللي تدل اللي انتم ما تؤمنوش بالنظام الجمهوري هذا اصلا اولا المحامين اللي ينتميوا للائتلاف الأئمة المتطرفين هذوما يلقاوهم يستناو فيهم باش يدافعوا عليهم الروضات القرانيه اللي هي تعليم موازي وبعيد كل البعد على التعليم العصري الحداثي في تونس كيف يدافعوا عليهم اقوى دليل مدرسه الرقاب يقولوا لهم راهو ثم اعتداءات جنسيه لا يدافعوا عليهم ما تكلمش على المدارس الحكوميه شويه عندك تكلم على بنفس المنطق ما قاطعتكش بنفس المنطق ما قاطعتكش في المفضل اغتصبت 100 طفل في سقس ما قاطعتكش خليني نكمل نسكروا للمدارس الحكوميه نكمل وبعد بعد سكر المدارس الحكوميه هذا عمل الخطاب سراجت قدام لو قلتها له بكري قدام المسرح معناه نطردوا السفير هذا جاء البعض سيف الدين مخلوف نفاه الخطاب هذا تمام بالنسبة لقضية النظام الجمهوري والديمقراطية كما قالك سمير احنا من جينا دخلنا للانتخابات ودخلنا المجلس النواب الشعب وانتخبنا الشعب اما انتم علاش انتم هبلتوا من احنا على خاطر الشعب انتخبنا وانت قلت ما نجموش نفسروا بالعكس هذا كنايب الحاجة هذه اقوى منك هذه اقدى ربي سبحانه وتعالى اقدى ربي سبحانه وتعالى ربي هو تبيع ربي يتحكم في كل شيء ربي هو مسير الكون باش تنكرها حتى في ربي سمعني عندهم باش تنكر في ربي كلفهم بانتخابك معناها لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي تامر باقدى ربي ولا يا ولدي ما تامر باقدار الله سبحانه وتعالى ولا يخلي الله على جانب هذاك علاقتي به انا مباشر هذا لحظه ربي راه ما يتحكش على جنب راه
شكون قال لك على جنب؟ محيط بكل شيء ما يتحدش على جنب. ربي سبحانه وتعالى كما حكيت. لحظة انا قلت لك ربي ما قال شيء، ما قالكش فيك تدخل في الدين في نقاش سياسي. نقاش سياسي هذا اي ما هو ثم سياسي. لحظة هو جبد على الزو باش ما تكفرش. قال لك ما كفرتوش. قال لك الشعب انتخبنا راهو الله. لا ما قلتش علاش ما قلتش عندك برنامج صحيح ينتخبك على اساس الشعب؟ انا جاوبتك تو قلت علاش ننتخبوك. انت المصيبة انه انتخبوكم بلاش برنامج. انت تسالت ما عندهم برنامج. انت ما ريتش حتى هي. هاو خليه يتكلم. السيد تسير قال شنو تلف الكرامه ظاهره سياسيه كيفاش كذا. يا سيدي الشعب انتخبنا، ثم 20% من الشعب معنا انتخبنا، احنا نمثلوا 20% خمس الشعب التونسي معنا سيدي. لا مش صحيح. انت انتخبوك 7000 ونجحت باكبر البقايا 80% من البرلمان باثوا البقايا. على فكره على ذكر الوضع داخل ائتلاف الكرامه اللي هو اهم من هذا الكل، موقفنا من المدارس القرآنية وكذا كذا من الرقاب، خاصة قضية الرقاب الشهيرة، قضية الرقاب الشهيرة تو القضية بعثها كلها فبركة. أنت فبركة زادة في بالك صار أنت؟ أي مساج أعمل ميزاجور كيما تو معناتها عملت ميزاجور على صفحتنا اللي جبتها تو تو. أنا قلت لك في الكلمة في الكلمة قلت لك إيه؟ قلت لك راهي حكيت فيها رغم هذاك عاودت ذكرتها بما علينا. إش فيك ما تحكيش على موضوع على الكونتوني نتاعها؟ لحظة عادة الكونتوني فظيع مش معناها أنت وراها. قدم قدم في سفاق قدم نزل عنها حوار في سفاق معلم اختصر 100 تلميذ وما رينكش في الحماس هذايا ما خاطر فيها اما على خاطر حاجه فيها القران تولي تشعل انت تولي تشعل قضيه سفيق قلت فيها كلمه ترى اغتصاب 100 طفل يا ودي قلت فيها كلمه كتبت عليهم انا قلت فيها كلمه انت قلت طالبوا بغلق المدرسه هذيك كلمات قلت طالبوا بغلق المدرسه هذيك شنو هي المدرسه لا باش نسالك على لا باش نرجعكم موضوع مهم اليوم سيد راشد الخياري انت مصنف ك الشق المتسلط والشق الشديد والمتشدد داخل ائتلاف الكرامه. اليوم انت مغضوب عليك داخل ائتلاف الكرامه. اليوم ما شفناكش لا في مفاوضات الحكومه ولا شفناك خرجت، وانا عندي معلومات انه فما شكون في ائتلاف الكرامه ما يحبكش تخرج في الاعلام. واليوم انا استدعيتك للبرنامج هذايا نعرف اللي فما شكون في ائتلاف الكرامه خايف من الدعوه هذه وما يحبكش تظهر وتتكلم. انا نعرف اللي اولا عماد دغيش يحكم في ائتلاف الكرامه مستحسن هذا كل مستحسن هذا كل مستحسن هذا متاكد من لا 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 شوف مجيئك اليوم انت مجيئك البلاتو كان غصبا عن زملائك في ائتلاف الكرامه. لا مستحسن هذا كل توا باهي الوضعيه في ائتلاف الكرامه توا احنا 21 نائب. اش بيك انت ما ظهرتش في مفاوضات الحكومه ساعه؟ واش اللي يعني صار انه صار معنا احنا مش نعطيك التفاصيل. اللي صار انه احنا انتخبنا فريق تفاوض فيهم عماد دغيج وزياد الهاشمي وسيف الدين مخلوف وعبد الطيف العلوي وهم اللي فوضناهم احنا كائتلاف الكرامه باش يتفاوضوا مع الجهات الحكوميه. بالنسبه للقرار داخل ائتلاف الكرامه يتخذ بالتصويت، احنا تو اخر قاعده معنا عملناها قبل ايام، معناها القرارات كلها اتخذت بالتصويت وغدوه عندنا جلسه ان شاء الله باش يتم انتخاب نائب رئيس ائتلاف الكرامه. لكن ائتلاف الكرامه معناها هو تجمع شخصيات مستقله، هو باش نفسره هو اي دخلت المطرح سؤال قال شنو هو بالضبط؟ هو تجمع لقائمات مستقله او شخصيات تجمعها القضاء. هذا الكل نعرفوه واضح. اعطيني وضعك انت داخل ائتلاف الكرامه اليوم. أنا انت انا نائب شعب منتخب عن جهه منوبه، نشتغل في القضايا اللي تخص جهتي في القضايا كما رتوني في سوسه. انت مختلف اليوم مع سيف الدين مخلوف مع الشق ثم شق اخر في ائتلاف الكرامه تابع النهضه والاوامر تجي من النهضه. هذه معلومات تجي من النهضه وثم شق اخر متمرد تمثله انت، شق ماهوش موافق على برشا قرارات، شق متصلب، شق نجمو نسميه الصقور ولا اللي تحب انت. هو شوف سمير في كل الاحزاب تكلم بصراحه. لا لا كل التنظيمات السياسيه فيها اختلافات في الراي، اختلاف الراي لا يعني انه شق وكذا، لا احنا نختلفوا في الراي ومتى ترتفع الصوت والنبره وخطاب حاد في الاجتماعات، لكن كي نخرجوا وخيان وكل شيء معناها ونصوروا مع بعضنا نحكي عن خلاف سياسي. لا لا حتى خلافات سياسيه نتعاركوا لاقصى درجه، لكن ديما نبقاو لحمه واحده وجروب واحده ومتضامنين مع بعضنا معناها. لا لا قاعد جاوب فيا تعوم في الحكايه. لا لا مانيش نعوم مانيش نعوم اما احنا كتله واحده وجزء معناها مشروع سياسي واحد معناها قاعد تعاون فيها الحكايه ونحكي باللغه الخشبيه. دبلوماسيه اي دبلوماسيه مش صحيح. انت مختلف مع زملائك وهذا يحدث في الاحزاب ما تحبش تحكي. لا خلاف كبير هذاك عادي خلاف كبير وينجم ائتلاف الكرامه يتقسم في زوج. مستحيل لا مستحيل ينجم وارد نظرا للاختلافات العميقه اللي ما بيناتكم. اختلافات عاديه سياسيه عاديه. انت تمثل تيار متشدد تحب تنفذ الوعود اللي وعدتوا بها الناس، تحب اللي قلتوه للناس في الحمله الانتخابيه تحب تنفذه، وثم غيرك
دخل في صفقات سياسيه ودخل في مساومات سياسيه ونقاشات سياسيه. هذا كلام سمير تحمل انت مسؤوليته، انا معناها ما سبحان الله ما نوفقكش فيه. سبحان الله. لا 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 علاش خاف؟ خاف كما ربي، انا ما خفتش من سمير فرنسا باش نخاف. لا لا مش قضيه كذا. شفت بك سفير فرنسا كل دقيقه تجبدوا اخي. باهي يا سمير خلينا نعاود نحوصل لك الحكايه. احنا عندنا اختلافات راي عادي كما كل التنظيمات السياسيه، عندنا اختلافات في نقاشات ثم يحكوا فينا تصويت وبعد ذلك معنا احنا كتله صلبه والحمد لله. عندي معلومات اكثر من هكا، ما نحبش خاطر انت مصادرك، ما فهمتش مصادرك منين. عندي مصادر. بربي راشد الخياري، تعرفت انت لما كنت مدون صريح وكذا، يبدو وكان السياسه قاعده تاثر فيك، مفهوم هذا. فولا. لكن احنا دورنا زاد كذلك انا باش نحاولوا نعطوا الحقيقه للشعب. فولا. والجمهور. فولا. راشد الخياري، عندك قضيه مطروحه ضدك في انك دخلت احدى القواعد العسكريه، هذه معناها بعلاقه بالقاعده العسكريه الامريكيه. ثم عندك قضايا اخرى، عندك قضايا اخرى منشوره. 52 قضيه. منشوره ضد 52 قضيه. 52 قضيه عندك. كلها بسبب المقاطع. هل ان الهرسله هذه سميها الهرسله وعدد القضايا المهول هذايا هو اللي غايبك على الاعلام وخلى صوتك يخفت، ام انه اختيار منك انت هذا الغياب وهذا الصوت الخاص؟ وذاك علاش خايف؟ هو ما يحبش يتكلم على حاجات. هو خلينا نجاوب على القضيه. هو معناها بسبب الظهور في برنامج اللي ما نجلو فقط تقريبا 2016 طلعت كنتذكر سمير وقلت انا عندي قضيه في المحكمه العسكريه. خلينا نشرح باختصار، هي الاتفاقيه اللي وقعها محسن مرزوق مع الولايات المتحده الامريكيه كمشي مع الباجي قايد السبسي، وقعوا اتفاقيه يبدو انه تم منح معناها قاعده عسكريه امريكيه في تونس. فبعض وثائق من هذه القضيه وصلتني انا كي وصلت بعض الصحفيين في نطاق عملي الصحفي، وعوض محاكمه السيد محسن مرزوق. وثائق شنو مضمونها؟ وثائق تثبت انه معناها السيد هذا خان بلاده وسلم جزء من التراب التونسي للاجنه للامريكا. عندك 52 قضيه ضدك قبل ما توش 53 معناها. نعم. بعد الظهور التلفزي هذا كمل الفرق قالوا بحصانه يوخروا لي 5 سنين، هذاك الفرق معناها. فمعناها عوض انه يحاكم المجرم اللي سلم ارض تونس للاجنبي، وجهت لي تهمه انا بتهمه كانت معناها الحط من معنويات الجيش الوطني والدخول لمحلات الجيش الوطني خلصه، وتهمته حتى بالجوسسه في الوقت معناها اللي هو في عملي صحفي. جاتني قضيه وما نشرتهاش. ما عندكش الحق تقترب من القواعد العسكريه. لا ما اقتربتش انا، هو الدوسي بتاع قضيه جاني كما تعرف الصحفيين كيفاش يخدموا، وثائق جاتك معناها على القضيه. فعوض انه ما نتوسعوش برشا، ما تهزناش معاك المحكمه العسكريه معناها. ففي عوض معناها انه معناها يحاكم المجرم، فحكمت انا لانه معناتها جات عندي كصحفي معناها ملف القضيه وهذه هي. اي ثم حاجات مصنفه اسرار عسكريه ونجموا ما فيها باس نحترموها، مش معناها الصحافي كل شيء مباح وكل شيء مسموح، حتى الحريه عندها ضوابط. عندك سؤال؟ اي سؤال يعني ما يتعلقش بالتفاصيل، يعني ما يتعلق بالسياق اللي ينتمي له الاستاذ الخياري. انا معناها هالسياق الثوري هذا الكل يعني يبدو كانه سياق هو مجعول فقط لاثاره النعرات واثاره التوترات واثاره التمزقات بتاع المجتمع التونسي اللي هو بطبيعته متمزق. هؤلاء يصرون على قضايا يعني مفتعله يبدو لي، ويعني ينفخون فيها ويتركون يعني الشعب التونسي هكذا يتخبط في مثل منذ 9 سنوات ونحن نعاني في هذا البؤس. ويعني هو سؤال عام يتفضل يجاوب على سيدي راشد، واللي على كل حال مش هو راشدك، هو هذا السياق كله ينتسبوا له هالشيء هذايا. اللعنه كانه لعنه اصبح على البلاد التونسيه. ثورة. لعنه سوداء يا لطيف. الثوره اللعنه السوداء اللي انتم جيتونا يعني دخلتونا المجتمع في بعضه، قضايا هويه، قضايا ثقافيه، قضايا هز وده. شنو هذا؟ شنو هذا يا اخي؟ مسلم مش مسلم، اخر يقول لك هنصلي في وقته، يا اخي صلي ربي يقبل عليك يا اخي، يعني تتبجح علينا على بهذا الواه، ترى ايش قولوا لنا في هذا؟ مش نحكي عليك انت، نحكي على ماكش تحكي عليه بشكل عام بشكل عام. تحكي عليه هو تي هو الانفيتيز تحكي عليه. كيف 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 مقداد عندك ما تقول؟ ما هو الخضر قاعد مع سياد. والله انا خويا الي انا فكرتوني يعطيكم الصحة، فكرتوني فك النقاش هكا العام، النقاش الطالبي نقعدوا في كلية الحقوق اللي يبدا من الاخوان المسلمين واللي يبدا متعرف واليساري ونحكي وكذا. باهي باهي نقاش راقي. السيد هذا لا ما سامحني. السيد هذا ايش صدقني انا اليوم مضي على الوقت تعرف مع السيد هذا بالذات. علاه؟ ها باش نقول لك علاش، خاطر السيد هذا ينتخبوه جماعة منوب. الحصة هذه وقتاش تتعدى؟ جماعة منوبة يتفرجوا فيه يستناو فيه. شنو تفاهم؟ باش تحكي شنو هي تفاهم منوبة؟ شنو منوبة؟ تفاهم تحكي على القاعدة الأمريكية توا فحام في منوبة ولا عطار تهموا القاعدة الأمريكية يهموا. ما تهمكش بالطبيعة. نعم. أنت بلاد تحتل ما تهمكش. لا لا ما تهمكش. ثم أولويات. ما تورينيش خاطر أنا مثقف كبير ونعرف معناتها الأمور. أولويات أولويات البلاد ملهمة أولويات. هذه أم المعارك.
أم المعارك. أي معنى البترول نتاعك؟ أنت استنى على البترول نتاعك من هو عادي عندك. عادي عندك يا ولدي أنت لا أنت دقيقة دقيقة انقطع عادي أنت تكلمت 400 سامحني سامحني أنت تكلمت أنت تكلمت جاوبني عادي عندك دقيقة دقيقة عادي تحب تعيط أنا عايت أكثر منك عادي عندك لا ما تقاطعنيش من غير عيات ما عندك حق باش تقاطعني مقديت خليه يتكلم وعندي كل الوسائل باش نقاطعك ونوقفك ما تقاطعنيش حبس وقفني لا وقفك عند حدك مش على الحبس خلينا نتكلم معاك حبس انت مركز اجا قلت اكثر مركز انا الايديولوجية والرويق بتاع الايديولوجية عملته هنا ذي والشعب المسكين التعيس المنكوب ما هوش قاعد يفهم فيكم جملة الشعب يا ولدي ما عندوش تخلص الضوء قص عليه الضوء والماء والفيضانات والطفلة تاحت ماتت والسخط وانتم ان القاعدة الامريكية في الجولات ان الحياة شعب استنى فيك منوبة كمات كوميك كمات كوميك تاعك هذا كوميك كوميك هذا كوميك معناها انت قريت انت قريت انت قريت كتاب انت قريت كتاب اتر كلون اوروبا اتر كلون كوميك تخلط لك كوميك انت كوميك راق ياسر انت كوميك حاجه خلي جيبك كوميك كوميديا سيتا خلي جيبك يا اخي خلي جيبك هذا عينه من نخبه خلي جيبك هذا عينه من نخبه اللي كتقول له بلادك محتله وثرواتك منهوبه يقول لك مش قضيه انت واش لقته بتبيع مش قضيتك هذه قضيه فلاقه انت سباحي هذه قضيه فلاقه فلاقه انت سباحي انت انا سباحي تعرف منين انا يا سيدي منين منين انا من كسرين كان جيت انت من كسرين ما عندكش عينين راك تغير انا من كسرين انا ما عندكش عينين يعيشكم اخر سؤال راشد الخياري بربي انا نحب نقول حاجه تفضل راشد يدافع على روحه بطريقه مش تاع نائب طريقه مش نتاع الانسان المثقف اللي وراه سيسير عنده دي جروند كاليتي مانيش تو باش نحارب انا مع مقداد سيلي في حاجه انه مقداد ما قالكش امان عايشكم نحيو هذيا التهم الكبرى والتهم نتاع خيانه البلاد كانكم انتم بركه تحبوا تونس وتغيروا عليها عايش خويا هذيا الناس الكل هنا باختلافاتنا 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 باللي حتى ما نحملوش بعضنا في الدنيا نحبوا تونس هو في الفورم غزرلك قالك هذيا القضايا الكبيره نتاع سفير فرنسا ومتاع الجاحد هذيا اليوم انت بتاتر من احق انك تحلي القضايا نتاعك الانسان اللي في منوبه انتخبك هكا الفحام اللي انتخبك والزوالي وبتاتر انا وبتاتر زاد فما مهندس انتخبك وفما طبيب في منوبه انتخبك عنده مشاكل قدام داره يستنى فيك باش تحلوا مثلا خل نكمل لك عايش خويا اذا قال لك هذايا مش لازم تجاوب وانت وتولي من بعد صهيوني خل نكمل عايش خويا خل نكمل لك عايش خويا القضيه الكبيره هذيك هو قال لك راهي تنجم تخليها ما قالكش نحاها ولا تفاها قال لك اليوم مهمتك اليوم كانك انت اليوم جاك واحد ماكل بوني على خشمه خشمه عارف وانت تخرجت وتقول له استنى يا ودي داويني لا خل نعطيكم خل نفهم التوانسة الميدسين شنية مش هذي الخدمة اليوم خدمتكم اليوم اليوم خدمتكم حاجة باختصار حد ثانيا خير ثانيا خير الكوميك والفنان الكوميك والفنان ماهوش عار ارقى ما فما خل نكمل لك خويا الكوميك والفنان ارقى واشجع ما فما واكثر انسان ياكلها في راسه الكوميك والفنان نهار اللي تخافوا انتوما ما تكلموش يطلع هو على الركح ويتكلم الكوميك والفنان اليوم هو اكثر ناس قلقت السياسيين واكثر ناس قلقوا واكثر ناس قالوا كلمه الحق الكوميك والفنان عاد انتوما عايزين تعملوا كيفوا في حاجه نحن لي كوميك ونتشرف انه هذاك كوميك وانا كوميك على خاطر اليوم نحن كي نطلعوا على المنبر ولا كي نجيو في بلايص هذوما نخلقوا البسمه للشعب التونسي ونخلقوا له الامل ونفرحوا تندوسك تندوسك اليوم انتم تخلقوا له الغسره وتخلقوا له خلي كان في قنفس تو سامبلومون يرحم والديك باهي نجاوب لطفي والله كلمتك مش نعرف معناها كيما فما في السياسه ناس راقين كيما فما دي جرون كوميك من غيرهم اليوم من غيركم من غيرهم هما في العالم هذايا من غير الكوميك ومن غير الفنانين الحياه ومن غير الفنانين الحياه ما عادش فيها نوار وما حدش ورد خلي جيبك النوار والورد والديكور خلي نكمل كريتو النوار والورد والديكور خلي جيبك خلي جيبك سموها الفنانين فنان لبسك في بالك فنان سمم الذية فنان يخلصوا فيه خاطره مهبول وفنان جا عمل الكوستيوم هذايا باش تلبسه انت ولا كانش راك مازلت لابس جلد نتاع علوش
فهمتش نقصد باهي خلينا نجاوبك لطفي توا خليه قال هو معناها واحد نائب راك يا لطفي يا لطفي يا لطفي يا لطفي سيبه خليه يجاوب يا جبد علوش خليه يجاوب خليه يجاوب خليه يجاوب خليه يجاوب تفضل باهي لا محمد رسول الله قال لي معناها لطفي كيفاش ما تخدموش على القضايا ومقداد كيفاش تخدموش في المنوب لا سيدي احنا نتحركوا ونخدموا كنت تشوف صفحاتنا يومين حلو في القضايا وبدينا نخدموا فعليا لكن سي لطفي المديونيه العاليه اللي انت عندك 87 مليار دولار واللي عندك نسبه بطاله عاليه راهو اللي تعرف لو انه الدوله التونسيه تسترجع ثرواتها المنهوبه البترول والفوسفات عقد الملح لطفي معلومه بركه الهكتار من الملح التونسي فرنسا تاخذ فيه بخمسه فرنك الهكتار راهو قداش عندنا من هكتار؟ قداش ننتجوا من هكتار؟ معناها كميه كبيره الرقم لا مش معدي. كميه كبيره لا كميه كبيره كمية كبيرة حتى الدورو حتى الدورو نتبعوها علاش يا لطفي الفرنساوي يجهز لي ثرواتي في الوقت اللي انت اولى به والبطال في القصرين اولى به والشعب التونسي هو الاولى به انت باش تحارب المديونيه اذا موارد الدوله طبيعيه للتو لهذه اللحظه باتفاقيه الاستقلال يا ودي قبل هذاك برا حلت مشكله الفوسفات نتاعك اللي موجود نتاعك جزء من القضيه هذيك عايش خويا مش جزء جزء من القضيه عايش خويا كيما قلت ما قطعتكش معاك يا ولدي ماني انسان مثلا عنده السباله نتاع الدار مكسره تجي تقول له صلحها المهابط يقول لك يا ولدي ماني عندي انا دار كامله وعندي قدام الدار وجيراني لطفي خلينا نكملوا معاه ونرجع لك خلينا نكملوا معاه يا لطفي يا لطفي في المجلس يزف الفوسفات بالكماين نتاعو باش ما يمشيش بصوم اقل في الترينول وهذا خلل وهذا فساد هذا غادي معاك هذا معاك فيه مشاكلنا من داخل من داخل ومن بعد نحاربوا وقوي الشعب وكلوا شربوا ومن بعد نخرجوا مع بعضنا نحاربوا باش تفكر وانت عندك مديونيه عاليه يا لطفي البلاد مرهونه لا اخلق صلح البلاد اخ صلح البلاد 30 سكون نحب نتكلم نحب نتكلم جمله اعطيني جمله منظم البلاتورا مش نحب نتكلم عن جمله اعطيني جمله بالك يحب يقول لي حاجه اي اكيد نحب لطفي 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 هاو جاي الحوار نتاعو لا لا في موضوع في هذا الموضوع لطفي تصبر شويه بعد شويه مهم برشا يتعلق بالسير وقت ما نشوف الجمهور اللي يعطيه الصحه وكل مره يصفق ويصفق على بعض الجمل اللي عندها علاقه بالسياده وجمل مسمومه راهي السياده يلزمنا لا مش على لطفي على من الاول على كيكلم راشد ولكن ايضا في نفس السياق تقريبا تماها معاه لطفي كونه ثم قضايا اخرى راهو السياده الوطنيه راهو عندها علاقه بالارهاب راهو الارهاب اللي الناس اللي هي تحب تدافع عليه تحب معناها تحب تقاوم الارهاب هذا راهو عنده علاقه يعني الارهاب هو طريق لتركيع تونس بالمديونيه وجاي قابلت مع سي الملولي رضا قبل ما ندخلوا حكى على ارقام عاليه من المديونيه المديونيه ذيك عندها علاقه بالسياده الوطنيه وعندها علاقه فنحن سامحني اذا كان نحن كانوا خب نمروا جمل مسمومه طبعا. ونخلوا الجمهور يصفق عليها وتتعدى باناليزي شكون قالها سيغراف شكون قالها الجمله المسمومه انا هي الجمله المسمومه انا هي قالها سي مقدد السهيلي طبعا الى باناليزي السياده الى باناليزي السياده الاولويات ربي بسرعه شديده مش على تشكيل الحكومه عاد ونرجع لطفي عبد الله سؤال واحد مش نكملوا لا وفيه حوارنا لا مع لا مهم جدا تعليقه على التصويره مع اللي جمعت ما بين خلينا نخرجوا لا عربيه نستسمحك وقت الاشهار مقدس لهنا نخرجوا فاصل اشهاري ثم نرجع